السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة التعليم والمتطور. النهاردة هناخد أبليكيشن على إزاي بنعمل ميك لست اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت. هنعمل جدولين، جدول هيتحط فيه اسم الطالب، والجدول التاني أو لست هيتعمل فيها اسم الطالب، والتانية هيتعمل فيها النسبة المئوية للدرجة بتاعته. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل الموضوع ده إزاي. بجيب باك جراوند من عندي كده بس عشان يبقى ونغير السبرايت ده، نجيب واحد تاني. المفروض ان انا بعمل اتنين ليست، فيجي على الميك ليست واقول له الاولانيه اللي هي النيم مثلا، اقول له اوكي، والتانيه هتبقى فيها الدرجه اللي هي الديجري. يبقى انا كده عملت اتنين ليست خلاص. مطلوب ان انا الليست الاولانيه هيتحط فيها النيمز اللي هي بتاعه الطلبه، والليست التانية هيبقى فيها الدرجات بتاعتهم، طيب، او النسبه المئويه للدرجه، علشان هنعمل عمليه حسابيه كده ندخل الاوبريشن معانا في البرنامج النهارده. طيب، في البداية انا باجي اشتغل بقول هنا في الايفنتس هات لي الهوين كليك على الفلاج، ببدأ اقول له انا عايزة مربع حواري. مربع حواري يعني هخش في السنسنج واسأل ask what's your name. لما هسأل what's your name في البداية، المفروض الاجابة او الانسر تبقى جوه الجدول الاولاني او الليست الاولانية، فهروح على الليست اللي طلعت عندي الايقونات بتاعتها بمجرد ان انا انشأتها، واقول له add الانسر اللي انت هتحطه في بتاع النيم ده فين؟ في النيم ولا في الديجري؟ لا، ده انا عايزة في النيم، لان انا سألت what's your name. هعمل دوبليكيت للاوامر دي وانزلها لتحت، وهسأل what's your degree علشان اخده واحطه في الليستة التانية، واحط الانسر فين؟ في الديجري. خلاص كده تمام. طيب، ممكن اعملها لكم بالايفنت بتاعتنا، ممكن نخليها ريبيت. طبعا لازم يبقى في ريبيت، ليه؟ علشان انت بتدخل بيانات على طول. انت عارف مثلا عدد الطلاب 30 فبتحط 30 اللي هو ريبيت 30، عارف ان هو 20 بتحط 20، ف whatever انت عايز ايه. فانا هخليها مثلا 5 علشان العدد يبقى عندي صغير، واعمل معاكم البرنامج كامل. وزي ما اتفقنا لما بنيجي نعمل الليست دي، عايزاها اول مبدأ الفايل بيبقى عندي فاضي، فعشان يبقى فاضي فبقول له delete all ال degree و delete all، ناخد برضو دوبليكيت منه ونعمل ديليت اول ذا النيم. النيم والديجري الاثنين اول ما بنبدا نعمل الكليك، زي مثلا انا قلت هنا النيم مثلا هو سالني واتس يور نيم، فاقول له احمد واعمل انتر، هيقول لي واتس يور ديجري، هقول له مثلا 200 واقول له انتر. خلاص، زي ما انتم شايفين المربع الحواري ما تقفلش، فضل معايا اهون، فهكتب محمد وانتر ومثلا 150. طب هيفضل معايا لحد ما ندخل الفايف داتا. طيب انا عايزة اعمل ايه؟ انا بقى مش عايزة كده، انا مش عايزة الديجري بتاعتي تتحط، انا عايزة الديجري تتعمل لها برسنتج اللي هي النسبة المئوية. طب انا اجيبها ازاي النسبة المئوية؟ انا عندي مثلا الدرجة اللي هي الفاينل من 300، تمام. طيب انا عايز اجيب النسبة المئوية، فبقول له ايه؟ ان الانسر اللي هو الديجري ده في 100 على divided 300. طب اجيبه ازاي بالموضوع ده؟ بتيجي من الاوبريشن. تعالوا بقى بالراحة كده عشان نعرف انا هحط الانسر ده ازاي في الديجري. المفروض اللي هو الانسر هناخدها كده بره كده عشان نظبطها لوحدنا، هنظبط دي لوحدها كده ونشوف هنتعمل ازاي. انا محتاجة اوبريشن تقولي ان الانسر لما هيتضاف عليه يبقى هيعمل له ايه؟ هينضرب في حاجة وبعد كده هينقسم عليها. هنضرب يعني هنعمل باي، خلاص
هنعمل باي ايه؟ هنعمل له باي 100، يبقى هنعمل انسر باي 100، والمفروض هنقسم ده على ال 300. طب انا اعمل ايه بقى علشان ادخل دي؟ فاقوم هاخد دي اللي هو المفروض اللي فوق اللي هو البسط بتاعك، واقوم حاطاه هنا اهو، بقى الموضوع جميل خالص. يبقى الانسر باي 100 ديفايد 300، تمام. واقوم واخده ده كله واقول له هو ده اللي هيبقى الاد بتاعك، واقوم مدخلاه تاني كده، تمام. تعالوا نشوف بقى، انا المفروض لما احط النيم والديجري هيجيلي نسبه مئويه اللي هي برسنتج، مش هيجي نمبر زي ما انتم شايفين. نيجي نعمل ستوب، نبدا من اول وجديد. هدخل احمد واقول ان هو جايب، اقول له انتر ماشي، واقول ان هو جايب 200. شايفين اهي النسبة المئوية طلعت البرسنتج بتاعتك. طيب هنقول ان مصطفى انتر، خلاص. بس هو ده البرنامج، بسيط جدا. انا بس حبيت اوريكم العمليات الحسابية بتتعمل ازاي، ازاي بنعمل مربعات حورية ونبدأ نشتغل. اشتغلنا هنا في الاوبريتور، واشتغلنا في الفاريبل ليست في اللي هي الليست فاريبل، واشتغلنا كمان في السنسنج. برنامج بسيط وسهل، ارجو تكونوا فهمتوه. ابدأوا اعملوه واعملوا عليه حاجات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.